بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لماذا لم يذكر القرآن انقراض الديناصورات وهو حدث عالمي كبير؟ الحقيقة هذا السؤال أحببت أن أجيب عنه وأبين أن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إذا القرآن نزل تبيانا لكل شيء، وقال أيضا وكل شيء فصلناه تفصيلا، ولكن كلمة ديناصور كلمة مستحدثة، وكثير من أسماء الكائنات كلمات اخترعها البشر، القرآن كتاب عالمي أيها الأحبه يتحدث بشكل عام، أول شيء هناك إشارة لوجود كائنات موجوده مثل الديناصورات وغيرها قال تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم اذن هذه ايه تؤكد ان هذه امم امثالنا تفسد تكذب تغش تحب تتكاثر كل خصائص البشر موجوده لديهم الا امم ولديها لغه تتخاطب بها الديناصورات كائنات كبيره وهيمنت على الارض بفعل حجمها الكبير لملايين السنين ثم انقرضت بشكل مفاجئ لم يبقى الا بعض المتحجرات التي تدل على وجودها طيب هنا هنا لدي اشاره في سوره البقره. الله عز وجل عندما اراد ان يجعل سيدنا ادم خليفه على الارض، يهيمن ويسيطر على الارض، البشر. واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه. الملائكه ماذا قالوا؟ واذ قال ربك للملائكه واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه قالوا الملائكه ماذا قالوا؟ هم راوا هذه الكائنات تدمر بعضها وتسفك الدماء بعض الدراسات العلميه تؤكد ان الديناصورات كانت كائنات عنيفه جدا كانت تدمر البيئه وتدمر الكائنات من حولها وكانت تقتتل مع بعضها وتسفك الدماء. وهناك كائنات اخرى كانت تفعل نفس الامر هذا. هنا القران كتاب عالمي يشير الى هذه الحقائق بشكل عام. ماذا قالت الملائكه؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون اذا هنا ايها الاحبه اشاره خفيه ان هناك كائنات عاشت قبل الانسان وافسدت وسفكت الدماء هذا ما تقوله الدراسات العلميه ان هذه الديناصورات افسدت بالفعل و سفكت دماء بعضها ودماء غيرها. وكان هناك صراع على الطعام، وصراع على الهيمنه. مثل البشر اليوم يتصارعون على ثروات الارض، وعلى الهيمنه على هذا الكوكب. طيب هنا ايها الاحبه انا اود ان اتوقف مع هذه الايه، "وإذ قال ربك للملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة قالوا عندما سمعوا أن هناك خليفة من البشر سيسيطر ويهيمن ويتحكم بكوكب الأرض تذكروا ما فعلته الديناصورات وغيرها هناك مليارات الكائنات لا نعلمها منها ما انقرض ومنها ما بقي حتى اليوم وما يعلم جنود ربك الا هو يزيد في الخلق ما يشاء. تذكروا سفك الدماء ماذا قالوا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. لذلك الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت ان يمنح الانسان حريه اتخاذ القرار. هذه هي الأمانة التي أودعها الله في بني آدم والإنسان حملها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها من الذي حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظالم وجاهل ظلم نفسه بحمل هذه الامانه لان كثير من الناس لم يكن اهلا لهذه الامانه ذهب في الاتجاه الخاطئ وجهولا هو يجهل يعني الجبال كانت اوعى من بعض البشر لذلك هنا الله سبحانه وتعالى عندما كرم البشر وحمّلهم هذه الأمانة وقال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون هو يعلم أن هناك من سيسبحه من سيتغلب على شهواته هو يعلم عز وجل أن هناك من الخلق من سيذكره كثيرا ويخافه ويصبر ويجاهد في سبيل الله وبالتالي على الرغم من الشهوات والمغريات والظروف خاصة في هذا العصر أيها الأحبة نتعرض لضغط هائل يكاد كل شيء يدعوك للإلحاد في الإعلام في التلفزيون في الإنترنت في حتى في الشارع فتخيل اليوم المؤمن فعلا فعلا كما قال النبي له أجر خمسين منكم من الصحابة المؤمن الحقيقي اليوم الذي يمسك بهذا الايمان ويحافظ عليه ولا يغير ولا يبدل رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان اذا اخي الحبيب هنا من الخطا ان نقول ان القران لم يتحدث عن الديناصورات أو انقراضها لأن القرآن كتاب عالمي يتحدث بشكل عام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم شملت الديناصورات والديناصورات وغيرها عندما قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء شملت الديناصورات وغيرها وهناك آيات كثيرة تحدثت عن إهلاك الأمم وكم أهلكنا قبلهم من قرن من البشر وغير البشر لأن الإهلاك هنا لأن البشر أمم أيها الأحبة عفوا الكائنات هذه أمم الدواب أمم الديناصورات أمم مثلنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون لم نترك شيئا الا وتحدثنا عنه في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، اذا اخي الحبيب هنا لو بحثنا عن آيات اهلاك الامم من قبلنا نجد الكثير من الايات والتي تشير الى هلاك سواء كائنات حيه أو أمم من قبلنا. منها الديناصورات وغيرها. إذا أخي الحبيب يجب هنا أن تعتقد أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، فيه تفصيل لكل شيء. إذا أنا أو أنت أو حتى البشر جميعا لم يروا شيئا حول موضوع معين في القرآن، لا يعني هذا أن القرآن لم يتحدث عنه. يعني حتى بعض سمعت بعض الناس يقول القران ليس كتاب فيزياء طب هل انت من الفت القران يعني انا اوجه السؤال لمن يعتقد او يردد وهو طبعا عن غير علم يقول هذا الكلام هل كنت مع الله عندما انزل القران هل انت من انزل القران طبعا حاشا لله إذا كيف تقول أن القرآن ليس كتاب علم، ليس كتاب فيه جيولوجيا أو فيه طب أو فيه كذا، <applause> أنت ترى وجها من وجوه الإعجاز في القرآن هو الوجه البياني أو البلاغي، ولكن هل هذا كل القرآن؟ لا، هذا القرآن فيه علم الله أليس الله هو القائل انزله بعلمه واشهد الملائكه على ذلك والملائكه يشهدون وشهد هو قبل ذلك لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا <applause> يا رجل اليوم اذا اذا اراد احد العلماء من البشر أن يؤلف كتابا ويقول لك أنا وضعت علمي في هذا الكتاب، أنا كتبته بعلمي، أنت تتوقع أن يضع فيه كل المعلومات التي وصلت إلى هذا الشخص. طيب ما هو حجم العلم عند الله؟ يعني هل أنا هل أنا أقيم كتاب الله؟ هل أنا كبشر أتجرأ؟ واقول كتاب الله فيه كذا وليس فيه كذا والقرآن ليس كتاب كذا وليس هذا هذه جرأه ولكن عن جهل طبعا وليس عن علم من يقول هذا الكلام حقيقه هو جاهل بكلام الله سبحانه وتعالى جاهل بأسرار القرآن هو يعلمون ظاهرا من القرآن فقط هذا ما درسه وتعلمه ولكن القرآن فيه تبيان لكل شيء لذلك انا حقيقة لو تحدثنا عن التاريخ تحدثنا عن العلوم تحدثنا عن علم الفضاء عن اي علم كان لابد ان تجد اشاره في القران ولكن اشارات القران تاتي بصوره مسبوكه بصوره فنيه رائعه بحيث انها تتحدث كما قلت لكم بلغه عالميه ولا تتحدث بأمور قابلة يعني موضوع انقراض الدين الصورات متى لا أحد يعلم العلماء يقدرون أنه قبل 65 مليون سنة مثلا طيب لماذا يقدرون أن هناك نيزك ضرب الأرض وأحدث غيمة أو سحابة غطت الأرض ومنعت حرارة الشمس ومنعت ولوثت الهواء وكذا وحدثت انقراضات كثيره يفترضون هذا ولكن الحقيقه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم علما ينفعنا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.